السلام عليكم اخواني، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم معايا في قناه جوري الصغيره. كنتمنى منكم انكم تفعلوا معنا وتابونوا معنا وتضغطوا على الجرس باش ديما يوصلكم الجديد ديالنا. اليوم غنهضر لكم على نتحدث لكم على واحد الدواء اللي موجود في الصيدليات واللي هو ارخص دواء للمعده، الذي يحتوي على ماده الاوميبرازول. كيف ما كتعرفوا ان ماده الاوميبرازول موجوده في ادويه كثيره ومختلفه الاسماء. اليوم غادي نقدم لكم ارخص دواء اللي موجود في الصيدليات، هو اوبرا. هذا اوبرا هذا فيه 3 ديال العلبات، كيف كتشوفوا امامكم، كاينه ديال 7 الحبات، وكاينه ديال 14 حبه، وكاينه ديال 28 حبه. هاد اوبرا هذا يعني كيقوم بالعلاج ديال الالم المعده وكل ما يتعلق بالمعده، مثل الحرقه وارتداد يعني الحموضه، ويعني اي حاجه كتعاني بالمعده الى غير ذلك. والأثمنة ديالهم البواطة ديال 7 كدير 20 درهم، والبواطة ديال 14 حبة كدير 39 درهم، والبواطة ديال 28 حبة كدير 79 درهم. وراه زوين وفعال بالنسبة للناس اللي كيعانوا من المعدة وكطلع لهم هذيك المرورة ديال الحموضة ديال المعدة، وراه مزيان وفعال. وهذا هو الفيديو ديال اليوم، وكنتمنى منكم انكم تفعلوا معنا وتابونوا معنا وتضغطوا على الجرس باش ديما يوصلكم الجديد ديالنا. وتبارك الله عليكم.